وللحديث أكثر عن صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق في ظل تصاعد نفوذ الميليشيات الموالية لإيران، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب، وينضم إلينا عبر سكايب أيضا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بكما دكتور حامد ودكتور عبد الوهاب. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. حياكم الله. أبدأ معك دكتور حامد لو سمحت من بغداد. صراع الميليشيات أصبح واضحا الآن، ولعل هذا الصراع يتجلى أو تجلى في أكثر من مرة في استعراض القوة بينها وما بينها وبين الدولة كذلك. أين تقف الحكومة في بغداد من تنامي هذا النفوذ وفي نفس الوقت تضاؤل الدولة أمام قوة الميليشيات؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه هي نتيجة طبيعية للأسف الشديد على ما جرى منذ 2003 ولغاية اليوم، أنه هناك انفلات واضح بسبب غياب دور الدولة. يعني الغزو الأمريكي أسقط دولة عراقية، ولم يسقط النظام السابق فقط، وأسقط كل مؤسسات المنتظمة. حل الجيش السابق على أمل أنه يؤسس جيش آخر، فبدل من أن يؤسس قاعدة للقوات المسلحة تحمي البلد، تحمي أرضه وسماء ومياه، يعني الحقيقة اللي حدث فوضى، وهذه الفوضى القاتلة التي حدثت خصوصا بعد نشوء الميليشيات وتكاثرها يعني بشكل متزايد كما وعددا، يعني حتى بشكل عمودي وبشكل أفقي، نتيجة تدخلات الأجندات الخارجية ونتيجة أيضا سرقة طاقات البلد. يعني الآن تعتاش هذه الميليشيات على واردات عديدة، يعني من مصادر مختلفة، منها النفط ومنها المنافذ الحدودية ومنها الجمارك ومنها التهريب ومنها كثير من القضايا. يعني الحقيقة مما أدى إلى غياب دور واضح للدولة وإلى نسف مفهوم السيادة الوطنية. نعم. يعني سلطة القانون. الحقيقة هذا هو الواقع الحالي، وهذا ما دفع صحف كبيرة دكتور إبراهيم عبد الوهاب القصاب مثل صحيفة واشنطن بوست للقول بأن العراق محتجز كرهينة في قبضة الميليشيات، وهذا الإدراك لابد أن الإدارة الأمريكية تدرك هذه الحقيقة بشكل أوضح كما لم تكن في السنوات السابقة. صحيح، تحياتي لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني موضوع إدراك الولايات المتحدة إلى أن هذه الميليشيات قد اجتازت الخطوط المعقولة، رغم أنه ليست هنالك خطوط معقولة لتصرف ميليشيات خارجة عن إرادة الدولة، هذا شيء أكيد يعني ومؤكد. لكن هل تتيسر الإرادة السياسية لدى قيادة الدولة في الولايات المتحدة للتعامل مع هذه الميليشيات؟ الجواب هنا ملتبس لأسباب كثيرة حقيقة، منها أن الولايات المتحدة تتصرف حقيقة على وفق معاهدة موجودة بين البلدين، ولا يمكن أن تأخذ على عاتقها هي نفسها القيام بإجراءات دون أن توافق الحكومة العراقية الحالية على ذلك. إذا كان هنالك لوم، فاللوم يقع على عاتق الحكومة العراقية سواء الحالية أو الحكومات التي سبقتها. من أتاح لهذه الميليشيات الخارجة عن القانون بأن تستهتر بحق المواطنين وبحق القانون وبحق الدولة بهذا الشكل غير المعقول وغير المقبول هي الحكومة نفسها. وإذا ما قارنا مخرجات القدرة بين الحكومة وهذه الميليشيات، ستصبح قدرة هذه الميليشيات أمام الحكومة كأن تكون سترة. هنالك جيش يعني مسلح، نعم، هنالك قوات نخبة بإمكانها أن تتعامل مع هذه الميليشيات لو توفرت الإرادة السياسية أيضا هنا لدى الحكومة العراقية بأن تتعامل مع هذه الميليشيات. وسأضرب لكم مثلا بسيطا، يعني عندما تريد هذه الحكومة أن تقوم بشيء بإمكانها أن تقوم، كلنا نتذكر حقبة رئيس الوزراء يعني هذا المالكي عندما اتخذ قرارا بمواجهة ميليشيات مقتدى الصدر ونفذ العملية التي سميت في حينها صولة الفرسان. يعني
مع كل ما متيسر ومع كل حشد واسع النطاق على المجال الشعبي الذي كان متيسرا لمقتدى الصدر وأنصاره. نعم. إلى أن قوات المالكي تمكنت من السيطرة على الوضع. نعم. نفس الشيء حصل في فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، عندما أيضا استهدفت جماعة مقتدى الصدر في النجف. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر دكتور عبد الوهاب، أسأله للدكتور حامد لو سمحت. ما قاله الدكتور عبد الوهاب هو جاء في على لسان وزير الدفاع في حكومة بغداد، الذي قال بأن سكوت الدولة لا يعد عجزا بل هو خوف على المصلحة العامة للبلاد، وبالتالي نحن لا نتدخل بصورة أو بأخرى من أجل الحفاظ على هذه المصلحة العامة. السؤال، أي مصلحة عامة تبقت في ضوء تغول هذه الميليشيات وفي ضوء كسر هيبة وصورة الدولة والأجهزة الأمنية العراقية؟ هل تتفق مع ما قاله وزير الدفاع العراقي؟ يعني إذا أحسننا النية نحن وتركنا المجال فسحة من المجال إلى الحكومة وإلى سيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، لكن المعطيات خلفية الموضوع الحقيقة لا تشجع، لا تنبئ بهذا، خصوصا أنه ثورة تشرين التي بدأت في 1 أكتوبر 2019 لحد هذا اليوم قدمت أكثر من 800 شهيد وعشرات الآلاف، ما يقارب 30 ألف جريح ومعوق. أين كان الجيش؟ وأنا شخصيا وكل شباب تشرين ناجدوا الجيش العراقي البطل الباسل المغوار، كلها إحنا الحقيقة كنا معولين على أن يلعب دور في حماية المتظاهرين، حماية الاحتجاجات الشعبية. فلما يعني مثل ما يقول أخفق في هذه المهمة في الداخل، وهي هاي واحدة من أهم مهماتها، هي حماية الأمن، حماية أمن الشعب العراقي والعراق، حدوده، سماء مثل ما قلت بالبداية، مياهه، لكنه التغول للميليشيات لم يأتي من فراغ، جاء أيضا مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه هناك إغفال من قبل الحكومة، هناك تهاون. وأنا أقول لك السبب ما هو، كيف يفسر دكتور، معلش للمقاطعة، كيف يفسر ذلك التهاون، ذلك التباطؤ، سميه ما شئت، تجاه هذه الميليشيات؟ السبب واضح، هو أنه كل الحكومات جاءت من رحم الطبقة السياسية الفاسدة. نعم. وهذه الطبقة هي التي تخضع لإرادة هذه الميليشيات، شئنا أم أبينا. مجلس النواب يهيمن عليه كبار قادة الميليشيات، يعني لا ننسى أنه أخذ أي كتلة الآن موجودة، وهم خصوصا الكتل الكبيرة، وأخذ أيضا حتى الوزراء، هناك نظام محاصصة مقيتة تتقاسم هذه الكتل المناصب ابتداء من الوزارة، من رئيس الوزراء والتنازل. نعم. كلهم يخضعون إلى إرادتها. نعم. لذلك حتى رئيس الوزراء الحالي والسابق والأسبق أيضا يخضعون إلى حد ما. رئيس الوزراء الحالي ما يعني حفظ الألقاب لا يمكن أن يتخطى هذه الـ 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 يعني الحواجز بهدوء، إلا إذا غض الطرف عن إرادة هذه الكتل وانحاز إلى إرادة الشعب العراقي. وإحنا أيضا نصحناه منذ تسلم المنصب في أيار من السنة الماضية، قلنا انحاز إلى الشعب العراقي حتى تقدر تنفذ، ولم يسمع ولم يستجب إلى هذه الدعوات. دكتور عبد الوهاب القصاب، بعض المسؤولين الأمريكيين دعوا إلى رد عسكري، وخاصة على بعض الهجمات الخاصة بقوات التحالف، لكن قالوا بأن بايدن أو إدارة بايدن قررت خلاف ذلك. لماذا هذا الإرجاء في مواجهة الميليشيات، أو بالأحرى ما الذي قررته إدارة بايدن؟ طيب، حقيقة الإجابة على هذا التساؤل لو سمحت لي يعني أقل من دقيقة واحدة لكي أكمل ما تفضل به ضيفك حول تصريح وزير الدفاع. حقيقة وزير الدفاع هذا الرجل جمعة عناد هو الأضعف في هذه السلسلة التي تمثل الحكومة الحالية، هو ضعيف جدا نظرا لانتمائه الأساسي، ثم هو ضعيف لأنه جاء بمباركة قادة الميليشيات هذه التي يريد الشعب العراقي أن يتخلص منها. والموضوع الثالث أيضا هو ضعيف لأنه لم يحسن انتقاء التعابير التي تدافع عن وجهة نظره، جاءت وجهة نظره خاوية تماما عن المعقولية. إذا ما عدنا إلى موضوع إدارة الرئيس بايدن،
أنا كما قلت أن وجود الولايات المتحدة في العراق تحكمه الاتفاقية الأمنية الموجودة بين العراق وبين الولايات المتحدة اللي هي الصف. من ناحية ثانية أن أمن الولايات المتحدة يتعلق بمصالح الولايات المتحدة الموجودة في أي مكان من العالم، والذي يعني ينبغي معها أن تتدخل الولايات المتحدة للدفاع عنها، قصدي رئيس الولايات المتحدة باعتباره هو الأمين على مصالح الولايات المتحدة خارج حدودها. ومن هنا رأينا يعني مجموعة التدخلات التي سبقت الغزو في العراق، كانت يعني انعكاسا لرغبة الولايات المتحدة في أن تدافع عن مصالحها. وحقيقة حياة وأمن المواطنين الأمريكان يأتي في أسبقية عالية جدا في التخطيط الدفاعي الأمريكي. هنا لدينا مفارقة، أن هنالك تهديد فعلا، وهنالك عدد كبير من الانتهاكات التي قامت بها هذه الميليشيات، ولم نجد صدى فاعلا من إدارة بايدن سوى يعني ضربة باهتة كان بإمكانها أن تكون يعني أكثر نجاعة، تلك التي وجهت إلى مقر واحدة من الميليشيات الحشد، ربما حزب الله بقرب دير الزور السورية. وكان بإمكان هذه الضربة أن تكون حاسمة حقيقة لو تولت القوات المسلحة الأمريكية تدمير الموقع بالكامل، إنهاء يعني. نعم. كان يمكن أن تعود بالفائدة على سوريا وعلى العراق بنفس الوقت. هنا أيضا علينا أن نأخذ بالنظر الاعتبار أن الديمقراطيون يعني بطبيعتهم لا يميلون ل دعني أقول إشعال الحروب. فيعني ها هي طبيعتهم، يعني الديمقراطيين هم هكذا يعني. نعم. في فترات حكومهم المختلفة يحاولون أن يلجؤون إلى الخيارات الدبلوماسية لحل المشاكل. نعم. مع التلويح بوجود القوة حقيقة، يلوح بها بطريقة وبأخرى ويستخدمها بطريقة وبأخرى لكي يقنع الطرف المقابل على أن هنالك ردا إن لم ينصاع للموضوع الآخر. أنه يعني أي تدخل أمريكي لتحجيم هذه الميليشيات على الأرض ينبغي أن يكون أما بطلب من الحكومة العراقية أو بالتشاور مع الحكومة العراقية. نعم. والكاظمي أضعف كثيرا من أن يبادر لمبادرة من هذه. حقيقة هذه فرصة ذهبية هنا بإمكاني أن أعلق. نعم. ونحن والعراق على أبواب يعني انتخابات. شكرا دكتور على هذه الإجابة. دكتور حامد، إما بطلب أو تشاور مع الحكومة الأمريكية، والسؤال التالي في الحقيقة كان عن توفر النية الحقيقية، فيما لو توفرت النية الحقيقية لدى الحكومة للتصدي للميليشيات، هل تمتلك هذه الحكومة عناصر قوة للتصدي لها فعليا على الأرض؟ يعني أرجع وأقول المستفيد من هذه العملية كلها هو أمن المواطن، هو الشعب العراقي. الحكومة هي جزء من منظومة، هذه المنظومة هي إذا سميناها الدولة أو مؤسسات الدولة هي نابعة من إرادة الشعب العراقي، لأنه الشعب هو مصدر كل السلطات. فإذا اعتمدت الحكومة على إرادة الشعب العراقي وشباب تشرين ما زال يعني الثورة تغلي في عروقهم، فإذا استند إلى الثورة إلى الشعب العراقي أن طمأن الشعب العراقي أنه هذا هو جزء من واجبه أن يقوم بالتصدي للميليشيات بطريقة سلمية، نحن بطريقة سلمية كثوار لتشرين الشباب يطلعون باحتجاجا على كل اللي جرى من 18 سنة، يعني فساد واستشراء الفساد وانفلات أمني والسلاح المنفلت والميليشيات وغيره، الحقيقة واستلاب السيادة، هذه كلها أسباب دعت الشباب يخرجون في ثورة تشرين. نعم. بال 2019. هذا إذا الحكومة اعتمدت هذا المبدأ أنا أعتقد ينجح. أما إذا انعزلت الحكومة عن إرادة الشعب العراقي ثم جاملت زعماء الميليشيات ويعني لجأت إلى الحلول الترقيعية، بالتأكيد راح تفشل. أنا باعتقادي هذا الاختبار الحقيقي الآن، الاختبار التاريخي أمام الحكومة. أما أن تنحاز لا تمسك العصا من الوسط، أما أن تنحاز للشعب وتعتمد على إرادة الشعب وتنفذ الأجندة التي جئنا بها
في ثورة تشرين، نحن الآن نريد الوطن، نريد أن نسترد الوطن. كيف؟ أنه نسترد السيادة، نسترد الأمن، نسترد العافية للاقتصاد العراقي، نسترد الوضع الاجتماعي المستقر الآمن، يعني هذه الحياة الحرة الكريمة، هذه كلها الحقيقة إذا الحكومة أرادت أن تنفذها فلا تستعصي عليها الحلول القادمة، وأعتقد تنتصر لأنه ستكون الميليشيات منعزلة تماما، معزولة عن الشعب العراقي، عن المجتمع كله، ويسهل عزلها تماما، ويسهل أيضا إذا توفرت يعني النية والإرادة. دكتور نعم نعم دكتور عبد الوهاب، أخيرا، وصول العراق إلى أن يكون رهينة في قبضة الميليشيات التابعة لإيران كان بخلاف الإرادة والرؤية التي احتل العراق عام 2003 بناء عليها، وأسس النظام الحالي بناء عليه، الرؤية الأمريكية والرؤية العالمية. ما الذي تغير؟ هل كانت هناك رؤية مخالفة لما يجري، أم أنه فعلا الغرب والأمريكان كانوا يمتلكون هذه الرؤية فعليا للعراق؟ حقيقة هنا يعني هنا مشكلة حقيقية ملتبسة، يعني أنا من وجهة نظري متواضعا أنه يعني كان لدى صاحب القرار في الجانب الأمريكي أيام الغزو، والحقيقة يعني تبلور هذا في عام 2010 عندما أبعد رئيس الوزراء المفروض أن يكون شرعيا أياد علاوي عن تسنم منصبه بصفقة طرفها إيران والولايات المتحدة في حقبة أوباما. نعم. وهي حقبة سيئة، يعني برغم المزايا الجيدة في شخصية الرئيس أوباما، لكن بالنسبة لتصرفه في المشرق العربي كان سيئا جدا. هذه هي التي أطلقت يد الميليشيات في العراق، كانت البداية التي أطلقت يدها بهذا الشكل، ولدينا تاريخ آخر بإمكاننا أن نشير إليه. المشكلة هنا هي تكمن هنا، أن الولايات المتحدة تخادمت مع إيران وتقاسمت الهيمنة على العراق معها. نعم. أطلقت يد إيران في الداخل واحتفظت لنفسها الخيار الاستراتيجي الخارجي. أرى أن الصفقة كانت هكذا، إيران أوغلت في الاستفادة مما أتيح لها، وهذا الذي تم، أن أن منطقة عرب العراق يعني خارج الإقليم الكردي أتيح لإيران أن تفعل بها ما تشاء، ومن هنا تجد النتائج أمامك. دمرت المنطقة الغربية والشمالية الغربية وديالة بالكامل، بناها التحتية، مرتكزاتها، سكانها، مكنونها السكاني. نفذت عملية ترحيل كبيرة، بدأ رجال الدين يفتون، يعني إحنا العراق مر بأكثر من مشكلة سببها رجال الدين. نعم. الأزمة التي حصلت بتفجير المرقدين الذي ثبت أخيرا أن الذي فجرهما هم إيرانيون، وصرح كيسي وصرح حتى وزير خارجية الأمريكي السابق بأن إيران كانت وراء هذه، لكن فتوى من رجل دين جعلت العراق يحترق. نعم. جعلت 120 مسجد في بغداد تدمر لأن رجل دين أفتى بهذا. الفتوى الثانية لرجل الدين التي أتت بالحشد الشعبي الذي أرادت هذه الميليشيات من هذه الفتوى وسيلة لكي تتغول، والآن نحن استمعنا إلى فتوى رجل إيراني جالس في قم ويفتي على العراق، اللي هو الحائري، اللي هو مرجع الصديقين. إذا هناك بون شاسع بين الرؤية المعلنة سابقا والواقع الذي يعاش الآن. شكرا لك. أنا أتفق معك أنهم يعني كانوا الجانب الأضعف، الأمريكان كانوا الجانب الأضعف في الصفقة التي عقدوها، صفقة التخادم، لا أقول تحالف. شكرا دكتور. وصلت الفكرة. دكتور عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، شكرا لك، والشكر موصول لضيفي من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. شكرا لكما.